يا مساء النور، يا مساء الورد والفل والياسمين، عليكم الناس الكل عسلامتكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة كالعادة. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كالعادة يا البنات جيتكم فيديو تنشيطي تحفيزي، فيديو مزيان برشا، إن شاء الله يعجبكم الناس الكل. المهم يا البنات هكا جيتكم اليوم في كرفي جديد. حصير اليوم كما قاعدين تشوفوا هاني نستعد وربطت الأحزمة باش ننظف السندبان عزكم الله، البيت البانو باش ننظفها. كصبيت جفال والمنظف هذاك الفاوح ريحته محلاها ويراغي بالقدي بالقدي، وباش ننظفها كلها يا البنات سقف وقاع الكل حيوط والدنيا كلها فابو والقعادة الكل حصيلو باش ننظفها. تو هاني هنا نغسل فيك المراية، عملت لها طليرة وكل، ومن بعد باش نغسلهم كل بالماء حصيلو باش نمسح وباش نعقم والدنيا كل حصيلو باش نعملها. واكم على الفيديو راني حتى الفوق قلت لكم سقف وقاع بالحيوط والدنيا كل بالشباك بالفوق معناتها غسلتها الكل. وطبيعة ما نجمش نصور الفوق خاطر ما عنديش رينج لايت معناتها، وكي بيصور بيد واحدة بتجيكم التصويرة ترعش. المهم شاركت معاكم اللي نجم نشارك معاكم بالطبيعة حسب إمكانياتي في التصوير وكل. لهنا البانو حاجة خايبة في البانو هذا انه مش نوع الكاليتي الباهية معناتها مهوش الكاليتي سيراميكا كالرطب معناتها مش هديش فيه الوسخ. سامحوني هذه قصيت عليكم، سامحوني هذه الظروف المباشر. كيت تقوم لي مريومة من النوم لازم نتلها بها ونقص على كل شيء حصيل. قلت لكم البانو هذايا مش من نوعية اللي كسيراميك اللي ارطب معناتها اي حاجة تشد فيه بشوي ما تتنحى، لا يلزم تحكوه ونعمل برودوي. عملت راني المرة الاولى عملت البرودوي وسكرتها السال دبان ومن بعد حكيت بعد نحيتك البرودوي كل وباش عملت المنظف وجفال. رد بالك بتعملوا تصبوا مثلا تعملوا كالمنظف شوك ولا اي نوع تستعملوه تعملوه وتصبوا عليه الجفال، رد بالكم راهو مخطر ونجم بعيد عليكم شر يقتل خاطر كي تستنشقوه راهو خطير برش. رد بالكم اعملوا برودوي وحكوه وغسلوه بالماء ومن بعد كي تحبوا تعملوا طليه بالجفال وكل اعملوا. خاطر البانو هذا متاعي ما لازمش البرودوي كهو، لازم البرودوي وجفال وحتى حاجه اخرى وان شاء الله ينضاف. والله باذل فيه مجهودي بصراحه ياسر. المهم البنات لا علينا فيه، المهم نتيجة في الاخر نضيف وكل. المهم ديما يبدا نضيف لهنا هكا القعادة كيف كيف عملت لها البرودوي ومن بعد نحيت هكا البرودوي غسلتها وزدت عملت لها طلية اخرى كيما تشوفوا لهنا. باش تقعد لكم البنات القعادة نتاعكم ديما ريحتها فاوحة اعملوا فيها هكا المعطر اللي يبيعوا فيه، والا كان ما عندكمش باقل تكاليف اشروا الكافور. تعرفوا الناس كل الكافور حطوه في الساش نتاعكم باش ديما ما تعملش ريحه خايبه، ما تعملش ريحه زفره، ما تعمل حتى شيء، تبدا ديما ريحتها فوحه كل. حتى كي ما عندكمش باش تشروا اعملوا حتى كافور هكا رخيص يبيعوا فيه حتى بدينار وب 2000 تنجم تشري معناتها. تو لهنا يعني غسلت المرايه ونظفتها عملتها جاكس نظفتها بالكدي بالكدي. بصراحة يا البنات نظافة لازم ديما تكون نظيفة السندبان ديما ديما ديما، والحمد لله اني حريصة عليها. تو لهنا جيت ننظف الماكينة، امي قبل كانت تقول لي في حاجة تقول لي بنيتي كان مشيت للدار ولقيت التواليت والكوجينة نظيفين عارفين المرأة هيك نظيفة، وكان لقيتي مسخينة عارفين معناها العكس. وكل اني الصغير يشد في مخها معناتها وكل حاجة قعدت في مخي. قبل ديما ننظف مع امي، ديما نخمل، ديما تعلمت التطيب على بكري، نطيب معاها تخدم امي وكله في العطله نطيب ونصنف انا واخواتي كل شيء معناتها. وقعدت في مخي معناتها نقول لا معناتها يجيش بحذنا حد، ديما توالتنا نظيفه وديما الكوجينه نظيفه وديما نحنا وما نمشوا بحذا حد، ديما في دارنا في العطله معناتها متعلمنا هيك صنعه نعملوها وكل. ونقعدوا في الدار هكا الدويره ديما نظيفه ونحنا ديما راكشين في دويرتنا، لا نمشوا بحذا حد لا ندوروا بحد لا مشاكل حتى شيء. هكا نقعدوا في الدار قلت لكم بنت تروح امي من الخدمه، وهكا متقاسمين الخدمه انا واخواتي هكا، واحده تطيب مثلا فطور، واحده فطور نص نهار، واحده العشاء وكل، ولا واحده تطيب، واحده مثلا تغسل. قبل ما كانش عندنا ماكينه صابون بالطبيعه نغسلوا بايدينا. حصل والله محلاها كالايام ومحلاها الاخوات ومحلاها الجو ومحلاها الميمه، كي تجي امي من الخدمه نفرحوا بها
نفرحوا بها ونبدا نصنفه في حاجات ونطيب وديما نموتوا على تصنيفه. ومن سبحان الله من الصدف معناتها احنا ثلاثة بنات جينا الثلاثة نحبوا التصنيف ونحبوا نعملوا حاجة مزيانة ونحبوا نطيبوا حاجة بنينة وكل هيك. وأمي تشجعنا، أمي ديما تشجع فينا وكل، معناتها كي تجي أمي من الخدمة تلقى ما شاء الله أيامنا كل ديما كأنها رمضان، ديما الطاولة ما شاء الله ديما عليها ثلاثة أربعة أنواع متاع ماكلة وكل، ولا ساعات حتى أكثر. إيه ما حصر على كلام إلي، ربي يشفيها ميمتي وربي يخليها لنا إن شاء الله. المهم لبناتك لهنا زاد كيف كيف عملت طليه باهيه ومسحتها مليح مليح، واني رجعت فيها كشامبوانات وكصوابين ودنيا الكل. ومن بعد راني الفيونس بعد ما عملت طليه وكل بطبيعه شللت الكل بالماء، ومن بعد مسحتها عملت الماء وخل ومسحتها بالكدا بالكدا باش تقعد فيها هيك اللمعه ويبدا فيها هيك وتتعقم، معناتها بيت البانو تتعقم بالكدا. حصل والله يا البنات عملت لها حكه هيك تفرهد على القلب، والله تفرهد على القلب على القلب. ومحلاها نظافه، محلاها ريحه نظافه، راحه نفسيه، طاقه ايجابيه. البنات شو نقول لكم حاجه، رد بالكم وتحطوا زاده البروسه دوم تاعكم، الشيطه تاع دونت فيس تاعكم، حطها في السلد معها كاكا عريانه، رد بالكم معناتها ما غير غطاها كل، خاطر راهو كالميكروب وكالجراثيم كل تروح لها، وانتم مش بعد تحطها في فمكم بالطبيعه باش تغسلوا بها سنيكم، مش باهي هكاك معناتها ايفيتي معناتها باش تحطها هكاك. وكل اني راني هكا حتى لاحظتوا مخبين معناتها الشيط بتاعنا بتاع دوند فيس مخبين صغار، عم عندي هكا الجرات وكل حاطط لهم فيهم ويتسكروا كل باللومبلاج بتاعهم. واني عملتها في تاون شو نوريها لكم بعد، عملتها في اللي يحطوا فيها الدوند فريز واحد وكل نحط فيه مكاكا ما نخليهمش المهم عريانين للبكتيريا والميكروبات وكل. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. حصير تو لهنا اللمسه الاخيره، عملت هذا يزيد حتى هو معقم يلمع وكل معمول بالخل حتى باهي. هكا عملت ومسحت الكل بيه، شوف القاعه كيفاش ما شاء الله نظيفه بالكدي بالكدي، والله نظيفة ما شاء الله معناتها روعة. هكا هو والبنات والله صدقوني لا تعبت النهارات كل يوم نعمل حوايج، كل يوم نعمل حوايج والله صدقوني ما شاء الله. وحتى كي ويبدا راجلي في الدار حتى كي تفيق بنتي هكا هو يسكتها وكل، وكيف تسحق هذو قلت لكم حاطه فيها للصغار، حاط لهم فيها بالطبيعه الدونت فريس، وحاط لهم الشيط بتاع الدونت فريس، وحاطه فيها هكا البروس نتاع شعر وكل حطته، حاطه فيها معناها حاجاتك كله، حاط فيها راجلي الماكينه نتاع الحجامه بتاعها كل. المهم ما تحطوهمش كيما قلت لكم هكاكا، وان شاء الله تكون وصلتكم المعلومه. تو لهنا باش نلبس لها كسوتها عاد بعد ما نظفناها كسل دبان كل، تو لازم تلبس الكسوه نتاعها، لازم هاو لهني حاطت لها هذاكم حاطت لها التبيات نتاعها، وكهو كملناها امورنا واضحه الحمد لله. وانتم بزادة تحمسوا ونشطوا حصيل والله. النهارات ما شاء الله ربي داوم عليا النعمه، ناشطه بالكدا ونحب نوصل لكم هكا النشاط والطاقه الايجابيه والحماس بتاعي وكل شيء نحب نوصله لكم، باش حتى انتم معناها تنشطوا تعملوا اللي تحبوا عليه. لاني بعد ما فرشت التبيات وكلهم مسحت اشوف الماكينه نظيفه ما شاء الله عليه. هني حطيت البانو هذاك باش ندوش المريو، يعني دوشت معناها باش ندوش تاني لولا، ومن بعد ندوش المريومه وباش ندوش المرومه، وجهاد باش يدوش وحده وكل، خاطر ولا كبير ونحنا كل يوم ندوش، ومعناتها غير باش ينحي باش ينحي معناها العرق وكهو. ومريومه هكا هذه قلت لكم نحط فيها في الشيط، هذه هي نحط فيها الورد تاعكم تو، هذيك اسطل هذاك نحط فيه فم نستحقوه كل. هكا هذه هي تو لهنا صورت لكم معناتها بعد ما دوشت صورت لكم باش ندوش المريومه، تو باش ندوش لها خاطر كي ندوش لها ندوش لها نهار بعد نهار ساعات كل مره كيفاش. ترقد بالكدا بالكدا هيك تبدا مرتاحه وترقد يرقدها معناتها الدوش واستانست هي وكل. المهم تو هني سكرناها، وهذه هي مثل البانو بتاعنا نظيفه عفيفه، محلاها نظافه وكهو تو سامبلومون، محلاها نظافه، النظافه من الايمان. تو نتعدى بيكم باش نحكي لكم في موضوع، تو بما ان المدارس قربت وبما ان معناتها تو عندنا مشكله في شعر بناتنا بصراحه، خاصه ربي يكون في عون نسيق اللي عندهم زوج ثلاثه اربع بنات وكله يبدو صغار على رؤوس بعضهم وكل. انا يعني باش نعطيكم طريقتي كيفاش نتلهى بشعر بنتي، كيفاش نعتني بيه، كيفاش اول حاجه البنات شو نقول لكم عليها،
اختاروا الشامبوا يتماشى مع نوعية شعر بناتكم ولا بنت بنيتكم وكل. هو بطبيعة لازم شامبوا بتاع صغار، وبطبيعة خاطر ما فيش مواد كيميائية ضارة، ما يعملش جفاف للشعر، ما يهلكش معناتها فروة الشعر وكل. المهم، وما تغسلوش الشعر أكثر من مرتين في الأسبوع. في الجمعة ما تغسلوش شعر بنيتكم، كيما بنيتي تو مرام ما تغسلش شعرها أكثر من مرتين، إلا في أونكا أو مثلا الصغير خرج ولا مشيت البلاصة ومسخ روحها بالتراب حاجة كذا، هكا بالطبيعة مش باش تخلوا صغيركم مسخ. أما في العادة كتبت في الدار ما تغسليش شعر بنتك أكثر من هذا، رانا نحكي في الصيف، أكثر من مرتين في الجمعة. وطبيعة أو مشتلها شعرها هيك بشوي بشوي، عاملها بروسة تبدأ هيك عريضة، تبدأ الواحد متاعها عريض وكل. فما برشا أنواع باهين ما تقطعش الشعر، وشعر كيف تغسليهولها ما تمشتولهاش هو مبلول خاطر يتقطع الشعر، ومشتولها هو مندي شوي معناتها، لا هو شايح يوجعها ولا هو زادا مبلول برشا يقطع لها شعر، يبدأ مندي شوي وسايساها شدي لها شعرها. تنجمي تقسميهولها على زوز على ثلاثة على أربعة كيما تحبي، ومشطي بالطرف بالطرف وبشوي بشوي. نحكي لكم هذا على الشعر البوكلي الكيرلي، يعني اللي متاع البنية كي يبدأ شعرها مثلا كيما نوعية شعر بنتي ويشبه لها ولا حاجة كيما هكاكا. وباش نقول لكم زادة، كل مرة في الجمعة اعمل لشعر بنتك حمام زيتي، يعني حمام زيتي راني نحكي لكم هذا عن تجربة. قبل كنت ان شاء الله مرة نسجل فيديو مع امي وتحكي لكم كيفاش كنت نعتني في شعري. يعني قبل اعمل حمام زيت، يعني قبل كنت عامله زيت زيتونه مثلا وحده نعمل بيه نغرق بيه شعري حاصيله ونلفه وكل، ونخليه ساعه ساعتين ثلاثه، ساعتها ثلاثه سوايع، ومن بعد ندوش ونغسل شعري ونعمل الكاسيروم ولا حاجه في شعري. وبعد ونخلط الزيوت، يعني تو عندي برشا حصيل وانواع بتاع الزيوت مخلطه مثلا. والزيت نقول لكم حاجه، دفوه شوي، صبوا فيه حويجه دفوه وعملوا به الراسين بتاع شعر بنتكم، وعملوا كأبدو عملوا مساج على شعر بنيتكم هكا، عملوا مساج بالكدي بالكدي باش يدخل هكا الزيت في الشعر، خاطر الزيت راهو يغذي الشعره ويقواها ويطولها ويغزرها. وتنجموا تخلطوا مثلا زيت زيتونه مثلا معاها زيت خروع، زيت لوز، زيت بفريوه، برشا زيوت حاصلوا عندي، يعني عندي زيت الجرجير، وعندي زيت هيك الحريقه، وعندي زيت الحلبه، وعندي حاصلوا انواع الزيوت كل عندي حاصلوا عزوزه على قاعده، خاطر نستعمل فيهم ديما من قبل معناتها نستعمل الشعري ويغزر الشعر معناتها البنية كان هي شعرها خفيف وكل، ويطلق الشعر هيك ويسرحها وكل. وطبيعة الزيت يخليه لمعة. ونقول لكم حاجة، كان اللي عندها بنية شعرها مثلا فيه القشرة ولا حاجة، كل ما بعد تكملي لها شعرها تعمل شوي خل في الماء وتعملها بيه شعرها كي تجي تشلل في الاخر، فهمتوني؟ باش ينضاف من القشره بالقدي بالقدي. وفي اخر حاجه زاده اغسلوا شعرهم بالبارد، ماء بارد باش الراسين يتسكروا، فهمتوا؟ بعد ما غسلتوا ماء دافي وماء سخون باش الراسين سامحوني باش المسام تاع الشعره تتسكر. واهم حاجه يا البنات راهو التغذيه، زاده التغذيه من التغذيه الصحيه والتغذيه هيك فيها الفيتامينات والبروتينات والمعادن وكل الفيتامينات هذيك، هي زاده معناتها تخلي الشعر يطول وبطبيعه الوجه يزيان ويكون فيه نظاره فيه لمعه للوجه وبطبيعه حتى للشعر. هكا شوفوني لهنا هكا بعد ما غسلت دوشت لها بطبيعه غسلت لها وكل عملت لها، هو تورها بندي شعرها شوي، فهاني تو عملت لها الزيتون ومشطلها فيه نخليه لها، يعني نخليه لها مثلا حتى ليله كامله ساعات نخليه لها كل مره كيفاش. عملت لها يعني حمام، ديما نعمل هيك حمام زيتي، ما عندي مده لما حالة ما عملتش خاطر ماكم عارفين وكل شيء، كنت ما كنتش لاهيه وكل. اما قبل ديما كان عامل لها باش شعرها يولي هيك باهي وكل. وبعد ما تمشطوا لها شعرها تنجموا تعملوا لها كعكه مثلا ولا تظفروه لها باش يقعد مسرح الشعر، تعملوا مثلا تقول مرام بنتي قرن منا وقرن منا كيما تحبوا. المهم شدوه ورد بالكم وتشدوا زاد عليه شعر برشا باش ما يوجعها، ما تشحطوش معناتها الشعر برشا باش ما توجعهاش. وهذا هو كيفاش ننهى بشعر مرومة بنيتي، وان شاء الله تكونوا البنات استفدتوا. المهم سايسوا على بنيتكم ولا بنياتكم وكل كيف تمشطوهم خاطر ماكم تعرفوهم صغيرين ويتحسسوا كل شيء.
وكهو هذا هم والله. شنو اخر ان شاء الله نتذكر حاجه اخرى باش نجم نقول لكم عليها نعمل فيها ممكن نسيتها ولا حاجه. اما هذا هو صدقوني قاعده نسجل لكم في الصوت، نسجل في الصوت في الليل تو الضو هكا معناها طافي، كان ضو البيوزه وكل وقاعده صغار رقدوا كله، كل مره مريومه هكا تفيق شويه نغمه وقاعده نسجل في الصوت ونقول يا رب ان شاء الله ما ننسى حد شيء. خاطر بصراحة أي معلومة نعرف تفيدكم ماذا بيا نقولكم عليها ونفيدكم، وكل خاطر معناتها ممكن معلومة من المعلومات تفيد واحدة منكم. هذا هو توكت يعني باش نقسمته على اثنين باش نعملها قرن منا وقرن منا كما تحب مروبة بنتي. وكهو نسيت البنات ما قلت لكمش على زيت السمسم، صدقوني يا البنات ما شاء الله زيت السمسم معناتها زيت جلجلان الاصلي راه مش المغشوش الاصلي. راني استعملت سنوات التالي معناتها ما شاء الله، والتو عندي نستعمل فيه ما شاء الله للشعر يرد يطول ينبت الشعره ما شاء الله بصراحه. باش نحكي لكم زاد على حكايه باش نزيد ناكد لكم، قبل ما نعرس 12 سنه التالي ولا حتى اكثر عملت دفريزاج لشعري، عملت دفريزاج وشعري قلت لكم معناها غزير برشا، قلت خلينا نعمل دفريزاج خلي زيت هاد الشعر وكل، مشيت عند حاجه ما عملته كل. المهم ظهر لي ما تغسلش مليح شعري من الدفريزاج وكل، طاح لي من تالي شعري كان من تالي هيك في القفا معناها طاح الشعره، ولا صدقوني من تالي قاعد كيف بريس كيف كفي معناتها اللحمه نتاع شعري تظهر معناتها من تالي. اما الحمد لله من ساعتها جاني الطياح فيه من تالي كل. مشيت في سوسة غادي كيف فما حانوت كان تعرفوه اللي يسكنوا في سوسة ابن سينا، يبيع في الزيوت ويبيع في الحاجات هذه كل حصيل وكل حاجة هكا زيوت يبيع فيها. هو راجل كبير هو من عاش تو ليا برشا عليه وكل معناتها عندي تو حكايت عندي برشا عندي تو حكايت 8 شهور هكاكا مشيت شلت سوسة. المهم عندي عليه مدة من عرش عليه مازال حي ولا ان شاء الله كان هو حي ان شاء الله ربي يطول في عمره. المهم مشيت له مشيتش ناخذ ساعتها وفي عليا زيت الخروع خاطر يغزر حتى هو، مشيتش ناخذ زيت الخروع ودر شنو زيت اخرين ماشي باش ناخذ. شويه سالته قلت له فماش زيت معناتها يطول الشعر خاطر راه حكيت له شعرتي كذا كذا نحب يطول، قال لي عليك بزيت السمسم. هو نصحني معناتها بيه زيت الجرجلان هذا الاصلي، دبوزه ساعتها صغيره هي ب 4000 ساعتها شريتها اول ما شريتها. المهم خذيت من عندها وكيف لقيتها صغيره اني وحده من الناس قلت هذا باش يعمل لي شعري معناتها ما عملتلاش اهميه، ما هو شكره لي بالكدا. المهم ما تعرف ديما التجار يحبوا يبيعوا كل، ما هو والله راجل ناس ملاحه راجل كبير ناس ملاحه وكل. المهم لبنات هزيتها كدبوزه وقلت لاختي معناتها عاملي لي الزيت في الـ في الـ في الـ المسام تاع شعري هكا، وقعدت تعمل لي في الزيت هذاك. صدقوني يا البنات ظرف اسبوع جمعه الشعره ما شاء الله بدات تنبت بالقدي بالقدي معناتها، وطوال شعري ورجع كيما قبل ولا خير حتى من قبل، والحمد لله الحمد لله يا ربي. من هكا النهار شعري ديما معناتها الحمد لله لا طاح شعري لحد شيء وكل. والعنايه البنات العنايه بالشعره راهي اهم حاجه، كل شيء هو لمحالك تعتني به يعطيك نتيجه باهيه، وكل العنايه بالشعر والعنايه بكل شيء راهي تجيب معناتها. ونسيت ما قلت لكم زاد يا البنات رد بالكم بناتكم الصغار مثلا كيما عمر بنتي مثلا 4 سنين 5 سنين 6 سنين رد بالكم تعملوا لهم مواد كيميائيه كل كيلاتين بروتين ودفريزاج، رد بالكم ننصحكم اني واحده من الناس ما تعملوش، خلي شعرهم طبيعي هكاكا وقت اللي يكبروا اتوا بطبيعه هما يعتنوا به وحدهم وكل. خلي الشعره معناتها معلش من مثلا من الصغر معناتها تعملوها في المواد الكيميائيه كمام راهو مواد اون بليس ومازالوا صغار مازالوا في طور النمو مازالوا ينمو معناتها كذا علاش تهلكولهم في شعرهم. حتى يكذب عليك يقول لك ما يعمل حد شيء ومن خصيصا الاطفال وكل شيء، كلها تسويق يا البنات راه صدقوني كلها خدمه كلها تجاره كلها كذا معناتها. ننصحكم اعتنوا به بالزيوت اعتنوا به كريمات كتبدا امنه معناتها ومعناتها وتغذي الشعره وتطولها كل وترطبها وكل ايه ما باش تعملوا لهم معناتها حاجات اخرين. ننصحكم واحده من الناس لا ما تعملوش لشعر لبناتكم اي ماده كيميائيه ما تعملوها لهمش. حاجه بركه تنجموا تعملوها لشعر
بناتكم انا قبل امي ديما تعملوا فيه، تعملنا في الحنه. الحنه ايه تنجم تعملوا لبنتك، تعملها كل مره مثلا حتى كل بعد 3 شهور بعد شهرين مش تعملها طري في حنه في شعرها باهيه، معناتها الحنه باهيه وامنه، وكل غذي لها والحنه تغذي كل شعرها وتعملها لون مزيان وكل كمية حاجه اخرى مثلا باش تعمل دفريزاج ولا حاجه. لا معناتها الحنه ما بتعرف بالطبيعه هي مت معناتها مش كما مفعولها كما بالدفريزاج ولا حاجة أخرى ولا بروتين مثلا ترطب، تغذي الشعرة وتطولها وباهية معناتها للشعرة. والله قبل أني وأخواتي ديما أمي تعملنا فيها، أما قبل شعري يولي لونه هيك يحمر شوي، وأختي سبحان الله شعرها ديما يزيد يكحل، وين تعمل لها الحنة يزيد يكحل شعرها أكحل 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 مش نورمال أختي، وطويل برش. المهم هني كملت المرومه قشعيره، واني ان شاء الله نكون افدتكم. ان شاء الله جيبكم شوفوا البنات تاعهم الزيوت اللي قلت لكم عليه، هذا مراهم ما شاء الله برشا زيوت، برشا برشا زيت الحلبة، الزيت اللي في بالكم اللي تخيلوه كلهم راهم عندي. وفما زيوت راني مخلطتهم هذوك، وفما وحيد كوكتيل عملتها مخلطات وكل اللي هني. شوفوا مرومه قشكاكل كيفاش عملت لهم وكلهم فرطتهم ولعبت بيهم، هاني هني حكمت عليها قلت لها لازم تلمي، انا باش نلمهم باش نكمل عاد، يعني تو نلم هيك الصالة عاد. وهاي مريومة تشوفها من بعيد هاي قاعدة راقدة، قلت هاي خلي مدام مريومة، ماني دوشتني وشعري ما زلت ما عملتش، قلت هاي مدام مريومة راقدة خليني نلم الحوسة هذه، وفي ساعة في ساعة نمشي نعمل شعري، خاطر شعري حبلي فيه شوي معناتها نمشطة والريقلة كل ما قلت لكم شعري غزير خاطر. المهم البنات اللي وصلتوا لهنا ولي اول مره معناتها تشوفوني، ما خلوا لي عاد معناتها اللايك والكومنتير والاشتراك وكل، من غير ما نوصيكم ومرحبا بكم الناس الكل في عيلتنا الصغرونه، ان شاء الله تكبر بكم. ونحب نقول لكم حاجه زاده يا البنات، بارك الله فيكم وربي يخليكم، راكم عسل الدنيا، نحبكم برشا 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 والله صدقوني، وليتوا جزء لا يتجزأ من حياتي، معناتها وليتوا استنست بيكم، والله صدقوني محلاكم ومحلى كلامكم، يرحم والديكم على كل الكلام العسل اللي تكتبولي فيه، الكل الكل الكل، والله راني نفرح ونزيد نتشجع، هاك تشوفوا فيا بريس كل يوم هاني وليت نعمل لكم فيديو من كلامكم اللي شجعني واللي حفزني، والله انتم راكم تشجعوا فيا وتدعموا فيا، وميرسي بوكو بوكو بوكو، وبوسات ليكم الكل الكل الكل، يرحم والديكم، والله يرحم والديكم ويرحم رباكم كلكم، وتستاهلوا، راني كل مره باش نشكركم خاطر تستاهلوا الشكر. كهو لهنا هكا عملت سي عملت رجلت شعري كل، هاي مريومه مازلت راقده. جيت نطلع عليها لقيتها راكده، قلت يا خليه نفسه نمشي نجري للكوجينه، عندي معون مغسول لازمني نرجع كل في بلايصه، وراجلي قاعد شي ماني اليوم حليت كرفي على روحي سال دبا ودوش الصغار وكل شيء، ودوشته كلها، كهو حب يعاونني يعمل معايا سلطه مشويه، مانيش باش نشارك معاكم حتى شيء، زيت هو يعمل في سلطه مشويه، وعندنا شوي فاضل وعندنا شوي دلاع وشوي عنب وكل، هكا هو قلنا يزي معناتها، وكهو خاطر بصراحة ما بكذبش عليكم يا البنات، سلطة مشوية وحدها زدنا مع عنا شوي فاضل زدنا مع سلطة مشوية، خاطر سلطة مشوية معناتها وحدها ما تكفي، بتكفينا شاطر نجوع يعني، من بعد نتعشى بكري شوي من بعد نجوع، معناتها مع حكاية مثلا ناكل ساعات مع حكاية 6 هكاك مع حكاية 8 هكا نتعشى. والله جوع الله غالب هكا، قلنا خلينا نزيد معاها سلطة مشوية، هو انا حابب يعاوني هكا، هو كيما شفتوه قاعد يقشر فيها سيء، هو شوها سيء، وانا هنا المعون هذايا نضيف الكل باش نرجع البلايصه نرتاح منه. ما شاركتش معاكم قلت لكم العشية خاطر ما عملتش حاجه كسبيسيال، ولا عملتش حاجه ما شاركتش معاكم قبل، ولا الناس كل تعرف تعمل سلطه مشويه، وعندي الفاضل الفاضل من الفطور معناتها وكهو. وتوا هنا بريس كاني رجعت المعون الكل البلايصه، وعندي جاب لي راجلي عندنا السوق جاب لي راجلي الخضرة والغلة، بحطتهم مش حطهم في المنظمات متاعهم ونحطهم في الفريجيدار، وعندي زادة لو جاب لي الخبز باش معناتها خرج الخبز اللي يقعد مثلا يابس ولا حاجة ولا كل قديم، نخرج نحي معناتها الخبز هذاك نحطه نحتفظ بيه، خاطر معناتها ملوحش الخبز نعطي فيه كل، والخبز يابس وكل، ونحط في البورت با هذه نحط فيها الخبز الجديد وكلها، كانت هي ديما ننظف فيها كل يوم، هذه كل يوم
الناحية هكا للبيت وكا القديم وكله نمسحها ونحط فيها جديد. هكا يقعد محفوظ ونظيف وكل هكا لهنا. يعني هنيت على هكا الخضرة بتاعي وهذا الخبز باش نخرجه عندي، نحط فيه عندي سطلك كبير نحط فيه انا وكيف تعبى نفرغه ونبعثه لشكون. هكا هو لهنا هكا بعد خرجي ما كمل قشرها وكلها كمد الماكينه وقال لي ارحها انت خاطر المهم باش نرحاها وحدي السلطه. وكا هذا هو عشينا. ان شاء الله يا البنات يكون حفزكم الفيديو وعجبكم، وان شاء الله عجبكم الكرفي متاعنا متاع اليوم، وان شاء الله استفدتم بالموضوع اللي حكينا فيه. وانا عرش معناتها كان عندكم اقتراحات اقترحوا عليا، قولوا لي شنو تحبوا نحكوا، تبوا تعرفوا حاجه انا عرش. المهم اللي كان اللي حاجته بحاجه تتفضل تقولي مرحبا بها، راكم اخواتي الكل على عيني وراسي، وبالطبيعه نقبل معناتها منكم كل شيء. وان شاء الله ما طولتش عليكم الفيديو، وسامحوني عاد كان النهارات نطول في الفيديو في الفيديوهات، والله قد ما نقصر فيهم والله غالب هكا هو، قد ما نسرع الله غالب مش نعمل. المهم البنات ان شاء الله ما تقلقوش، وكيما العاده تفرجوا لي عاد على الفيديو. الله يرحم والديكم الناس الكل، وطول ما بقى لي كان نقول لكم وصلت بكم لاخر الفيديو خاطر لازمني نودعكم، على امل نلتقي بكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.